تحية طيبة طلاب الأعزاء. تجربتنا اليوم هي حول البندول البسيط. الهدف من التجربة هي إيجاد التعجيل الجاذبية الأرضية وإثبات التعجيل الجاذبية الأرضية اللي هو 9.8، كذلك إيجاد العلاقة بين طول الخيط وزمن التذبذب للكرة، هل هي علاقة عكسية أم طردية. الأدوات المستخدمة بالتجربة هي خيط وكرة معدنية ومشبك صغير ومسطرة مترية وكذلك ساعة توقف. النظرية أن البندول البسيط هو عبارة عن خيط وكرة نقيس بها هي زمن التذبذب. بهذه التجربة راح نقيس طول الخيط وزمن التذبذب حتى نطبقها. عندنا قانون معين نستخدم به نطلع من عنده التعجيل الأرضي. قانوننا طلاب راح نستخدمه بالتجربة اللي هو تي يساوي 2 باي تحت الجذر ال على جي. تي معناها هي زمن الذبذبة. الذبذبة شنو معناها طلاب؟ من راح نسحب الكرة ونتركها راح تروح ذهاب وإياب، من ترجع راح نقيس لها الزمن، زمن الذبذبة. فشي يساوي زمن الذبذبة 2 باي تحت الجذر ال اللي هو طول الخيط راح نقيسه. راح ناخذ أكثر من قياس، راح ناخذ 20 سنتيمتر و40 سنتيمتر و60 سنتيمتر و80 سنتيمتر. جي هي تعجيل أرضي المجهول. احنا نريد الغاية من التجربة انه نجد تعجيل الأرضي جي. فحتى نستخرج الجي بهاي العلاقة لازم نربع الطرفين، لأن أنا أريد جي. تربيع الطرفين راح يصير تي تربيع 2 باي يصير 4 باي تربيع، الجذر بالتربيع يروح فصارت ال على جي. وسطين في طرفين جي تساوي لنا 4 باي تربيع ال على تي تربيع. ال على تي تربيع لازم استخرجهن من التجربة. 4 عرفها الباي تربيع اللي هي 3.14 وأربعها. فالال هنا لازم استخرجها من الجدول التالي. الأيل راح أخذ طول الخيط 20 وطلع مقابلة التي تربيع، نبقى أخذ 40 واستخرج التي تربيع وهكذا. زمن التذبذب شلون استخرجه؟ إنه أسحب الكرة بزاوية معينة صغيرة وأتركها تتحرك. فمن راح تروح الكرة وترجع لموضوع استقرارها هو أستخرج من عنده الزمن. فالزمن هنا أنا راح أستخرجه لعشر ذبذبات. أنا أريد الذبذبة واحدة، فش أسوي طلاب؟ أقسم على 10. إذا أريد 20 ذبذبة لازم بعدين أنا ذبذبة واحدة لازم أقسم على 20 وهكذا. هنا راح نقسم على 10 لأن راح نأخذ 10 ذبذبات، الزمن مالتهن لعشر ذبذبات. بعدها من أقسم أنا أريد تي تربيع حتى أعوضها بالقانون، فأربع الزمن مالتي تي تربيع. فهنا أنا طلاب ما أرجع أعوضهن أربعتهن لأنها راح تطلع لي أربع قيم للتعجيل. لذلك ألجأ لمن؟ ألجأ للرسم البياني. الرسم البياني شنو فائدة طلاب؟ يختار لي نقطة واحدة عن طريق الميل. النقطة الواحدة هي تكون النقطة الصحيحة اللي راح تمر بخط مستقيم. فهسه الطلاب راح نقيس أول طول اللي هو 20 سنتيمتر طول الخيط. فهنا أنا بالمسطرة طلعت لي طول الخيط 20. الآن طلاب شو أسوي؟ أقيس له زمن الذبذبة، زمن التذبذب. هنا عندي ساعة توقف. شو أسوي طلاب؟ أجيب الكرة مالتي أسحبها بزاوية معينة، مو زاوية كبيرة، زاوية صغيرة، وأتركها تتحرك. فما راح تروح طلاب وترجع، هاي تعتبر ذبذبة واحدة، لأن هسه هي شنو الكرة مستقرة؟ نسحبها بزاوية وأتركها راح تروح من نقطة أي إلى نقطة بي، ثم ترجع إلى موضع استقرارها اللي هو نقطة أي. فهذا الذهاب والإياب إلى نفس النقطة تسمى ذبذبة. أنا شنو أقيس طلاب؟ أقيس الزمن للذبذبة الواحدة. فإذا هسه أتركها فهنا راح يصير أجزاء من الثانية هذا الزمن مالتها ذبذبة واحدة. فأضطر طلاب شو أسوي؟ أقيس 10 ذبذبات وأقسمها على عدد الذبذبات اللي هي العشرة. إذا أريد أقيس 20 ذبذبة كذلك أحسب 20 ذبذبة وأقيس لها الزمن ثم أقسم على 20. فهنا إحنا راح نأخذ بس 10 ذبذبات. فهسه طلاب من راح أتركها؟ طبعا مو أدفعها، فقط أتركها هي راح تتحرك. من أتركها طلاب أشغل الزمن. ساي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسه انا وقفت الزمن، طلعت عندي اول قراءه 9.23. الزمن هذا لعشر ذبذبات. بعد ايش اسوي طلاب؟ اقسم على 10 فتصير 9.92. بعد هذا الرقم اروح اربعه. بعدها طلاب شو اسوي؟ نوب اخذ طول اسوي 40 وكذلك اقيس له الزمن لعشر ذبذبات.
الآن طلاب 40 طول الخيط 40. كذلك الطلاب أسحب حبل زاوية معينة نفس الزاوية السابقة وأشغل زمن التذبذب. شغل الساعة مالتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن طلاب طلعت لي 12 ثانية 0.79. كذلك راح أقسمها على 10 وأربحها. فالآن كان طلاب من كان الطول 20 طلع الزمن لي الزمن مالتي 9.23. من كان هسه من صار الطول 40 سنتيم صار زمن 12.79. الآن آخذ طول 60 طول الخيط. الآن أخذنا الطلاب طول الخيط 60. كذلك راح أتركها تدحرج وأقيس لها الزمن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن الزمن صار 15.52. زمن كان 9 انه صار 12 انه صار 15. كل ما طول الخيط طلاب ايش بيه زمن جاي يزداد، معناها انه الكره جاي تتباطأ بالحركه وزمن التذبذب جاي يزداد. كذلك الان راح اقيس 80 سنتيمتر طلاب. الآن هذه 80 سنتيمتر. طبعاً أقدر أقيس وراها متر نوب، زود 20 نوب متر و20 وهكذا. بهذه التجربة راح نأخذ فقط 4 قراءات. كذلك أسحب زاوية معينة، مو أدفع الكرة طلاب، فقط أتركها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صار الزمن 17.45. كذلك هم طلاب راح أربحها أقسم على 10 وأربحها. كذلك طلاب طلعنا طول الخيط L، بعد هنا الزمن عليكم وأنتم تربعونه، كذلك هذا أنتم تقسمون على 10، فصار عندي L وعندي T تربيع. فإذا عوضنا هنا طلاب بالقانون راح تطلع لي كم قيمة الجي؟ 4 قيم. أنا أريد قيمة واحدة لأن احتمال أكو واحدة من ذني خطأ، فأضطر شنو طلاب أروح أرسم رسم بياني. الغاية من الرسم البياني أنه الرسم البياني يختار لي قيمة واحدة صحيحة عن طريق الاسلوب. الاسلوب الميل هو شو يساوي لنا طلاب؟ الاسلوب تساوي دلتا واي على دلتا اكس. دلتا معناها تغير، اللي هو واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. فالاسلوب راح يمثل للطلاب يمثل لي ال على تي تربيع. فشلون ارسم طلاب؟ الرسمات شلون راح يكون؟ بالنسبه للرسم البياني انا احتاج ال على تي تربيع، فالال راح وين يكون حسب هاي المعادله؟ على محور واي. اما تي تربيع راح تكون على محور اكس، فالال تكون محور واي والتي تربيع محور اكس. فالسلوب مالتي راح حسب هذا الرسم البياني راح شو يصير طلاب؟ الواي منو على الواي؟ ال، فراح يصير ال1 ال2 ناقص ال1. التي تربيع راح يصير تي تربيع 2 ناقص تي تربيع 1. فانا طلاب مثل عندي نقطتين ارسمهن، راح ارسم 4 نقاط، بعدها اسحب طلاب خط مستقيم يمر بنقطتين اقل شيء او 3 او 4، احتمال يمر بهن كلهن 4 او احتمال يمر ب3 او يمر ب2. كون اقل شيء طلاب يمر بنقطتين، من يمر بنقطتين هاي النقطتين اخذ لهن السلوب اللي هي L2 ناقص L1 على T تربيع 2
ناقص تي تربيع 2 1 2. فطلابنا ننقص هنا يطلع لي السلوب. السلوب هو نفسه الاير على تي تربيع. فالسلوب اللي يطلع لي ارجع اعوضه هنا طلاب واضربه بمن 4 باي تربيع. الأربعة الباي تربيع 3.14 اربحها واضربها في 4 واضربها. هذا كله يمثل لي السلوب اللي استخرجه من هاي المعادله. شلون طلاب ارسم نقطه؟ مثلا هذا عندي طبعا هنا الال بسنتيمتر، لازم تحولونها بالمتر بالرسم، تحولونها للمتر. اما تي تربيع بالسكند تبقى بالسكند. فمثل شلون اذا اريد ارسم بين هاي النقطه، هاي تعتبر زوج مرتب، ال20 اللي هي 0.2 بالمتر والتي تربيع نربح هذه. فمثل عندي هنا التي تربيع وهنا الال، فمثل هاي تطلع النقطه. النقطه الثانيه احتمال تطلع هنا، النقطه الثالثه هنا، احتمال الرابعه هنا. فشو اسوي طلاب؟ اسحب خط مستقيم راح يمر بنقطتين. هاي النقطتين طلاب اخذ لها الاسلوب، الاسلوب اجي اعوضه هنا، نعوضه راح يطلع لي اسلوب، اجي اعوضه هنا ثاني مره اضربه في 4 باي تربيع يطلع لي الجي. الجي المفروض طلاب يطلع 9.8، احتمال يطلع عندكم خطا يطلع 9.3.5 كلش طبيعي. وحده القياس مالته متر على ثانيه تربيع. شكرا جزيلا اصغائي. كليه المناره للعلوم الطبيه، صحتك ومستقبلك هدفنا.